الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما شايفين انطلق اليوم مهرجان لبيك فرفكان للجري المجتمعي الليلي، والحمد لله رب العالمين. مثل ما تقول المشاركه كانت كبيره، يمكن اكبر من اللي احنا توقعناه. هناك مشاركين من كل الفئات ومن كل الجنسيات ومن كل امارات الدوله، وهذا بحد ذاته نجاح للقائمين على تنظيم هذه الفعاليه. مدينه فرفكان مدينه جميله تستحق منا كل الدعم، واحنا في اتحاد الامارات العربيه المتحده لالعاب القوى ندعم مثل هذه الجهود ونحاول نبرزها. وايضا هو يعتبر مهرجان رياضي مجتمعي يفيد الاتحاد في التعرف او في اكتشاف بعض المواهب اللي موجوده اللي شاركت في السباق، وايضا المساهمه في الترويج للاماكن السياحيه اللي تتمتع بها مدينه فرفكان الجميله.